بونجور، معكم مدام مها. أنا مدرسة فرنسي، ماني دكتورة، بس في عندي شوية خبرة. رح أحاول إني حل وحلل إجابات اللي رح حلها. عندي هون أسئلة القيد للماجستير التخصصي في دمشق، ما بعرف أي عام، بس بعتقد 2017 هيك قالوا لي، وهيك وصلتني الورقة. مع الأسف ما واضحة تماما، والحل مو حلي، هذا حل حدا حلله، وأنا هلأ رح اللي رح يكون حلي رح أكتبه بالقلم الأحمر وعلل إجاباتي. ليزي لا كيستيون، أقرأ الأسئلة السؤال واختار الجواب الصح. فرد جواب أحيانا بيكون أكثر، بحطوا لي بوني ريبونس، وأحيانا إنجل ريبونس. Tu crois qu'il est sincère؟ أنت تعتقد أنه صادق. نحن بنعرف أنه فعل كروار، فعل كروار هو وبونسي، ما بياخدوا أبدا سبجكتيف إلا بحالتين، إذا كانوا بالنفي أو إذا كانوا بالاستفهام. هون ما في عندي استفهام مثل ما شايفين. أنت تعتقد أنه صادق، إذا طالما جملة عادية أفيرماتيف فما بتاخد سبجكتيف، حتى لو كانت هون، حتى لو كانت شرط استفهام بهل السؤال بالانتوناسيون بالنبرة، أو بإسك كروار وبونسي ما بياخدوا سبجكتيف. هاي معلومة. إذن أنا جوابي هو دي، مع الأسف اللي حاللها هون أول واحد غلط. سو كيل بريفير، ما تفضله هي سي لو روبو، هو الراحة. أنا عندي أسماء موصولة سامبل، برونو غلاتيف سامبل، حتى أعرف أي واحد بدي أختار. إذا كان عندي هون ما في فاعل، فأنا لازم أحط كي، لأنه كي أعربها فاعل، على شرط يكون الفاعل هو نفسه فاعل الفعل. يعني لازم أتأكد، مو كل فراغ ما في فاعل بيكون كي، لأنه أحيانا بيكون الفاعل متأخر، مثل عنا بالعربي بيجي الفاعل بعدين. ما يفضله الأصدقاء، الأصدقاء هي الفاعل، إذن ممكن يكون متأخر، لازم أتأكد أنه الفاعل هو نفسه فاعل الفعل. أما إذا كان في فاعل فحتى أعرف بمشي بالتسلسل، بقرا الفاعل والفعل والكلمة اللي قبل الفراغ. إذا أعطتني معنى تام بيكون ناقصني كومبليمون دوبجي ديريكت اللي هي كو. أما إذا ما أعطاني معنى تام إلا باستخدام حرف جر يدل على المكان أو دان أو آ بيدلوا على المكان، فأنا لازم أحط أو. وإذا كان ما زبط المعنى إلا باستخدام حرف الجر دو، وطبعا بده يكون في عندي هوني كفاية كلام لإله يطابق مع الجملة لحتى تزبط، بيكون لازمني الكومبليمون دو نو المضاف إليه أو الكومبليمون دوبجي انديريكت تبع دو اللي هو دو. إذا هون رح أعمل نفس الحالة، ما تفضله هي إل بريفير، لحتى أعرف مفعول به ولا لا، بقول إل بريفير كوا، هي تفضل ماذا؟ لو روبو، يعني الضمير يعود على روبو. إذا على هي ما تفضله هي الراحة، يعني كومبليمون دوبجي ديريكت. إذا هون ناقصني كو، جواب هون صح. جو ريغريت، أنا آسف، أنا زعلان. كيل سون ناي سو سوار، فعل ريغريتي بياخذ سبجونكتيف، تحسر ندم أسف بياخذ سبجونكتيف، وهذا فعل اللي، اللي بالمنصوب بصير اي 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 اليون اللي اي. اما اذا كان فعل عادي منصوب عادي فانا بصرف مو شاز، بصرف الفعل بالال افيك اس، وبغشي برفع الاو ان تي وبحط النهايات اللي هن او او اس او اي او ان اس اي او زد، ويضل الاو ان تي على حاله. إذا هوني جو ريغريت كيل ساناي، والسبب هو وجود فعل ريغريتي. السويتي كو، أنا بعرف إنه فعل سويتي بياخد سبجونكتيف، أما فعل إسبيري فما بياخد سبجونكتيف. ليش؟ هذا أميلة، هذا تمنى. الإسبوار هو أقرب إلى الواقع، لذلك بياخد إنديكاتيف. هاي معلومات حتى تستفيدوا منها، لا سمح الله زي ما مشيت أو لغيركم. سويتي بياخد سبجونكتيف. السويتي كانوا يتمنون انه انا اغادر غدا، انا راح اضل عندكم، ما راح اغادر. اذا بالمنصوب فعل بارتير بالال او ان تي، بشيل او ان تي بصير بارت كو جو بارت، كمان هاي صح. السويتي كو جو بارت دوما، بدهم يعني انه اروح
غدا. هلا احيانا بيقولوا انه ممكن تكون كونديشنيل، هي انا متردده عندها وما بقدر بجزم ان انا جوابي هو صح، مع اني 80% بقول صح بس 20% انا شاكه، لانه ممكن احيانا ياخذ بارتي غير كونديشنيل لانه احتمال. 5. ديزولي، انا اسف يا سيدي، il ne reste plus à louer. ما بقى في شيء تستأجره، ما عندي شيء أأجرك إياه. ما في عندي شيء للإيجار، شيء يعني rien. أكيد ما بستخدم personne شخص ولا quelqu'un شخص ولا quelque chose. Quelque chose عكسه هي rien، هي بالأفيرماسيون هي بالنيجاسيون. كيلكان عكسه بيرسون بالنفي، هي إجابة هي نفي. إذا ما ضل عندي شيء أأجرك يا. 6. جاك ديز جو نو لو كرواري با، ما راح اصدقه. هلا جاك عم يحكي، بطلع الفعل لحتى اعرف. ديز هذا سبجونكتيف، واللي بياخذ سبجونكتيف هو كواك وبيان كو، بس ما عندي هون بيان كو، وعارف كواك و كيلكو. هلا كمان حاطين لي التنتين مثل بعضهم، يعني شو ما قال لازم ما نخربط بين كواكو، رغم ان وهي مهما. كواكو جاك ديز جو نو لو كرواري با، شو ما قال ما رح أصدقه. أكيد ما رح أقول رغم أن جاك عم يحكي أنه ما رح أصدقه، لا، شو ما قال، ما يعني هاي بالعامي شو ما قال، ولا هي مهما جاك تحدث، يعني شو ما حكى، مهما كان اللي عم يقوله أنا ما رح أصدقه. إذا سبجونكتيف هاي بتاخد سبجونكتيف وهي بتاخد سبجونكتيف، هدوليك ما بزبط معناهم، لأنه المعنى هو شو ما قال أنا ماني رح أصدقه. كمان هذا جواب صح. 6. Ne vous inquiétez pas. لا تقلقوا. Votre entretien d'embauche، حواركم، محادثتكم أو لقاءكم تبع التشغيل، العمل، لقاء العمل، se déroulera bien. صار جيد، يعني كان ناجح. Vous soyez à l'heure، يعني ممكن رح يكون. لا تقلقوا، حوار محادثة لقاء العمل ستجري جيدا، تكونوا على الوقت. هي حتى تكونوا على الوقت، لا، إلا إذا، لا، pour que، من أجل أن تكونوا على الوقت، لا، على شرط أن تكونوا على الوقت، pourvu que، على شرط. لا تقلق، لقاء عملك رح يجري جيدا على شرط، هي اكونديسيون كو، هي على الاقل ما بتزبط، وهي من اجل ان، حتى ما بتزبط، ولكن اكونديسيون كو بشرط ان تكون على الوقت. اذا جيت على الوقت طبعا رح تكون لقاءك ناجح. اذا هذا كمان غلط. ال سي في مال، تألمت، يعني سيفي مال تألمت وخلصت، مو لأنه بدها توقع، ما حدا بيتألم قبل وإنما بعد، ولا لأنه عم توقع تألمت، لأنها فيان دو تومبي، لأنها وقعت. إذا هاي غلط، هي سيفي مال انوجعت، فيان دو تومبي لأنها وقعت. 9. Mes amis partent de leur séjour à la mer. أصدقائي راحوا مسرورين من إقامتهم في البحر. بخت mes amis masculin pluriel جمع مذكر، ذهبوا مسرورين. enchanté بدي masculin pluriel enchanté. طبعا هي غلط، لأنه أنا عم بوصف، هذا adjectif verbal، عم بوصف mes amis. 10. Autrefois، من زمان قديما،
إلا كان عنده عادة فيه باكرا كلياتنا، بس هلا لا. قديما كانت لدي عادة النهوض باكرا، طالما أدخفها قديما يعني إيلافي. كانت لدي، مع الأسف هي غلط، أوز. إلا بوسي سا مير، دفع أو يعني دعا أو دفع أمه أفير إن كروازير أن تقوم برحلة نهرية أو ميديتيراني في البحر المتوسط، رحلة بحرية يعني، أو رحلة بالماء يعني كروازير. دفع أمه إلى القيام أفير أ بوسي كيلكان أفير كيلكو شوز، دفعت شخص ليعمل شيء. J'ai poussé quelqu'un à faire quelque chose. Il a poussé sa mère à faire une croisière. 12. Je souhaite, atamanna shouna, souhaiter, bien rendu subjonctif. Espérer la. Je souhaite qu'il heureux. Atamanna an yakuna saïdan. Sifa, ma btakhud avoir. Hada avoir la. Iza oula, oula hay. Je souhaite hada. لازم ياخذ تمنى، ياخذ سبجكتيف. جي سويت اتمنى ان يكون سعيدا. 13. جي كخوا انا اعتقد كيل، قلنا اعتقد ما بياخذ منصوب، اذا بو مو هذا منصوب، وهي للجوتي وهذا الانفينيتيف، اذا ا. أعتقد qu'il peut le lire، أنه يستطيع قراءة ذلك. Les écureuils، السناجب، n'ont pas retrouvé، لم يجدوا، les noisettes qu'ils avaient، اللي هن جمعوها. السناجب لم يجدوا البندق الذي جمعوه. Ils avaient، بدي participe passé. participe passé هو كله amassé جمع، بس شوفي عندي هوني لي في كو قبل الفعل، بس يكون في كو قبل الفعل، والفعل بالباسي بالماضي بتوافق الparticipe passé مع الكو اللي هي ترجع للانتيسيدون تبعتها الكلمة اللي قبلها. لنوازيت فيمينا بلوريال ده تاخد amassé اس اللي هي بي، صح. 15. Pensez-vous, هل تعتقد qu'il me fasse un fax؟ هل تعتقد انه هو راح يبعث لي fax؟ هلا هون عندي قلنا pensez ما بتاخد الا اذا كانت بالنفي او بالاستفهام ب est-ce او بالانتوناسيون. هون طالما انفيرسيون في قلب فلازم تاخذ فاس. هل تظن انه سيبعث الي بفاكس؟ فاس. سيز انا رقدت تو باكرا باسكو، لانه انا كنت تعبان، نمت بكير لانه انا كنت تعبان. انا نمت، نمت يعني اكسيون فيني دون لو باسي، فهو باسي كومبوزي. اما الثاني كنت تعبانا امبارفي، الامبارفي والباسي كومبوزي سيمولتاني، هدول متزامنين وبيجوا دائما مع بعض، بس الباسي كومبوزي بينتهي هو الامبارفي، هو الخط، والباسي كومبوزي هو نقطه داخل هذا الخط، هذا مسار زمني. انا تعبان، نمت بكير، انا عم بحكي على التليفون دخلت امي، انا نايم دق التليفون. دايما الاطار الصوره هو امبارفي، والاحداث السريعه اللي بتصير جواته هي الباسي كومبوزي، وهن سيمولتاني. اذا انا je me suis couché tôt، رقدت باكرا، parce que j'étais، لاني كنت تعبان. البقايا لا. 17. Hier, مبارح،
كان الطقس جميل، alors لذلك أخذت un verre كأس، أخذت كأس sur une terrasse على الشرفة. نفس الشيء متزامنين، مبارح كان الطقس جميل فزي، رحت أخذت كأس. كأس hier il faisait beau، كان الطقس جميل، alors لذلك je suis allé prendre، ذهبت لتناول كأسا على الشرفة. 18 la secrétaire a besoin des clés du bureau demain. السكرتيرة بحاجة للمفاتيح، مفاتيح المكتب بكرة، هي بدها ياهن. Je dois penser، لازم أفكر إنه أعطيها ياهن، أترك لها ياهن avant de partir، قبل ما أروح أنا بدي أترك لها المفاتيح. لما بيكون الضمائر ضميرين بدي أحولهم، الاثنين غائب، واحد ديريكت واحد انديريكت، بحط الديريكت قبل الانديريكت بالترتيب، يعني هو لازم أحط الديريكت قبل الانديريكت لما بيكون الاثنين غائب. أما إذا في متكلم ومخاطب مع غائب، دايما المتكلم أو المخاطب قبل أي ضمير بعده، لأنه نحن عم نحكي مع شخص ما قبلنا، فبنحطه هو قبل الشيء. إذا الكمبليمون دوبجي ديريكت، أنا بدي أترك له، أترك، أترك كوا لسي كوا المفاتيح، أكي أيل لوي، إذا لي لوي بدي أترك لها، أترك لها ياهون، هذه الديريكت بدي أترك مفاتيح إلها، لي كلي وهي أيل. 19 كان أتو أشتي تي شوسور، إيمت أنت اشتريت حذائك؟ طبعا الحذاء دايما بالجمع لأنه فردتين، فمينا بلوريال. أنا اشتريتهم في الأسبوع الماضي، اشتريتهم. تي يعني لي، تي يعني لي، لأنه adjective possessif. Je les ai achetés، je les ai achetés. طالما complément d'objet direct feminin pluriel بياخد علامة التأنيث والجمع. إذن متى اشتريت حذائك اللي هو جمع مؤنث؟ Je les ai achetés la semaine dernière، اشتريتها في الأسبوع الماضي. 20 après mon cours de français، بعد درس الفرنسي بدي أقوم برحلة إلى فرنسا. يلا حلم. après mon cours de français، بعد، إذا بعد حصتي راح أسافر، لازم تكون فيتور. Je ferai، je ferai، يا حرام هادي غلط، لأنه je أي نهاية المستقبل أي. ولا conditionnel présent ولا conditionnel passé، هاي أنا بعد درس الفرنسي راح أعمل رحلة. لو كان عندي هون تاريخ محدد، مثلا إنه بساعة محددة سأكون قد سافرت، بنعود نحط الكونديشنال باسي، بس لا هذا فيتور عادي، بعد، وأنا هيك بظن يعني وتقريبا شبه متأكدة، بعد درس الفرنسي رح سافر، رح أقوم بعد دروسي رح أسافر على فرنسا. الأخير 21 إل، هنن رح لون طي يتذكروا لفترة طويلة، دو لوغ فاكونس أن أوروب، رحلتهم إلى أوروبا. شو قصتهم كله السفر؟ إذا رح يتذكروا، الفعل هو سو سوفينير ضميري، الفعل ضميري وما بيجي إلا ضميري، سو سوفينير تذكر. إذا إل بياخد سو وبالمستقبل بصير إل سو سوفياندرون لونتون، سيتذكرون طويلا، إل سو سوفياندرون لونتون de leurs vacances en Europe. رح وقف هون ونكفي الصفحة الثانية بالدرس القادم. كانت معكم مدام مها، au revoir، à la prochaine fois. Bye bye.